صباح الخير كوتش عبد الله. حاليا انا في تايلاند، تحديدا في بوكيت، جزيره جيمس بوند. مكان وايد حلو، اجواء وايد حلوه. راح اسوي كذا تمرين بسيط، تابعوني وشوفوني بالتمارين. عباره عن اربع تمارين كالاتي. اول تمرين راح اسوي جري في المكان. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اوكي. التمرين الثاني بودي ويت سكوات. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اوكي. التمرين الثالث بوش اب 10 عدات. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اخر شيء ماونتن كلايم اب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هذا التمرين عبارة عن اربع تمارين كل واحدة، كل تمرين 10 عدات، 40 عدة كل تمرين كامل. تقدر تريح، ترد تكرر 3 4 5 مرات. تابعونا نشوفكم مرة ثانية بالحلقة الجاية. Peace.